أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع في دروس جديدة من دروس اللغة العربية. في هذا الأسبوع أعزائي الطلاب عليكم أن تقوموا بقراءة رواية لمن هذه الدمية استعدادا للمشروع يفسر البينة التي اعتمدها القاضي في الحكم، وأيضا يبين عناصر الصورة الفنية في الدرس. ما هو موضوع البحث؟ موضوع البحث عبارة عن الإشكالية أو الفكرة أو بوجه عام الجانب الدراسي الذي يتبناه الباحث العلمي في رسالته العلمية، وكثير من الطلاب والطالبات تنتابهم الحيرة فيما يخص اختيار موضوع البحث، ولهم رؤى بعيدة في ذلك، ويتمثل ذلك في الأسئلة: هل سأبدع في تفصيل البحث أو الرسالة العلمية؟ هل سيكون موضوع البحث مجدياً من الجانب العلمي؟ هل سيساهم موضوع البحث في الحصول على الدرجة الأكاديمية؟ وأسئلة أخرى تدور على هذا النحو في مخيلة باحثينا وباحثاتنا. ما المعايير المحورية في اختيار الموضوع؟ هناك عدة معايير محورية وضعها خبراء البحث في سبيل اختيار موضوع البحث، وهي أن يكون موضوع البحث في صميم مجال دراسة الباحث، الابتعاد عن مجال تخصص الطالب عند اختيار موضوع البحث ليس مستحبا ولا يؤتي ثماره، فالدراسة لمجال معين خلال فترة الجامعة بعد ذلك الدراسة العليا وهي الدعم الرئيسي للباحث. الشغف والرغبة في دراسة موضوع البحث بعينه يعتبر شغف الطالب ورغبته في تقصي ودراسة موضوع علمي معين من بين المحددات أو المعايير المهمة في اختيار موضوع البحث، ويمكن أن نطلق عليه معيارا مرتبطا بالدوافع الذاتية. والجدير بالذكر أن ذلك قد يكون منذ دراسة الجامعة، فنحن نرى باحثين وباحثات عند سؤالهم في قاعة مناقشة الأبحاث العلمية عن سبب اختيار موضوع البحث، أيضا معلومات حول موضوع معين من بين المعايير المحورية لاختيار موضوع توافر بيانات معلومات يمكن من خلالها دراسة أبعاد الموضوع أو المشكلة العلمية، وليس ذلك فقط ولكن دراسة التي تتبعها نتائج جديدة. الاستماع هو عبارة عن عملية يعطى فيها المستمع اهتماما خاصا للطرف الآخر، حيث يعتبر الاستماع مهارة وفنا، وأنه يعتمد على عمليات عقلية معقدة نظرا لضرورة تآزر كل من التفكير والسمع مع بعضهما البعض. من المعروف أن هذه المهارة دورا أساسيا في عملية التعلم، فقديما كانت هي التي يتم من خلالها نقل الثقافة والعلوم المختلفة من جيل إلى جيل. من هذه المقالة سنتحدث عن مهارة الاستماع بشكل مفصل. معوقات مهارة الاستماع: التشتت، الملل، انعدام الصبر وضعف القدرة على التحمل، الافتقار للنشاط العقلي، التسرع في الاستماع إلى الجانب الذي يريده الشخص وترك الجوانب الأخرى في الحديث. أيضا مستويات مهارة الاستماع: السماع، الاستماع والإنصات، التدبر. وأهمية مهارة الاستماع: تعزيز وتنمية عملية التفكير من خلال إشغال العقل بكل ما يقوله المتحدث، بناء مهارة النقد والتحليل، تعزيز عملية الاتصال والتواصل الفعال مع الآخرين في عصرنا الحديث بين مختلف مناطق العالم، مهارة تعليمية بامتياز، أيضا تنمية اللغة الشفوية وزيادة الحصيلة اللغوية واستخدام التعبيرات الجميلة في المواقف المختلفة، مهارة استماع جيد، إبقاء العينين متصلتين مع المتحدث، تجنب مقاطعة المتحدث، إبقاء جالسا تجنب الحركة غير الضرورية قدر الإمكان، الالتزام بالإيماءات والحركات التي تحيل للمتحدث بالتركيز الشديد، وطرح بعض الأسئلة المتعلقة بالموضوع بشرط انتهاء المتحدث من حديث. بعد ذلك عزيزي الطالب نقوم بحل أسئلة الدرس، وهو الفهم والتحليل، التذوق الأدبي والقضايا اللغوية. عليك أن تقوم بتحقق هل تحقق عمر من سلامة الفرس؟ ما الذي جعل عمر بن الخطاب يعود بالفرس من حيث انطلق؟ ما البينة التي اعتمدها القاضي في الحكم؟ وأيضا على ما يقوم القضاء في وفق رأي عمر؟ وعلى ما يدل خضوع عمر بن الخطاب لحكم القضاء وهو الخليفة وأمير المؤمنين؟ أيضا ماذا تستنتج من العبارات الموجودة في الدرس؟ ما الانطباع الذي تخرج به من قراءتك الشخصية الثلاث عمر والقاضي والعربي؟ وعليك أن تقوم باستخراج صور فنية أخرى من الدرس. وأيضا ننتقل للقضايا اللغوية، عليك أن تميز أو تعين الحرف الناسخ واسمه وخبره، وأن تنسب شخصا ما إلى الأردن، عليك أن تقوم بإلحاق النسب المشددة إلى ذلك، ثم تقوم بعد ذلك بإعراب الكلمات المخطوط تحتها. شاكرة لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم وتعاونكم.